السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هعمل معاكم سناكس سهل وسريع، عامل شويه كده زي البيك رولز المقرمش، او نقدر نقول عليه كمان بسكوت مالح. طريقته سهله جدا، في 5 دقايق هتعمليه، وتكلفته كمان اقتصاديه جدا. يعني الصينيه دي انا عملتها ب5 جنيه بس، ومقرمش وطعمه لذيذ بجد. هتقومي دلوقتي تجربيه بقى من كتر ما هو سهل. سمعتوا كمان صوت القرمشة؟ تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا 5 صوابع فينو، ب5 جنيه يعني فينو. تقدري تعمليه بالفينو البيت، مش لازم فينو طازة يعني. هتجيبي بقى السكينة المشرشرة دي بتاعة الفينو، وتقطعيه بميل كده بالشكل ده. تقطيعة ما تكونش رقيقة قوي علشان ما تتحرقش في الفرن، ولا هي سميكة قوي علشان برضو يبقى شكلها حلو وسهلة في الأكل. بالشكل ده كده قطعت بقى الفينو كله بنفس الطريقة كده. هنا بوريكم السمك بتاعها، بس كده. وجبت بقى صينية الفرن، ما دهنتهاش اي حاجة خالص، وهبتدي بقى ارص الشرايح بتاعة الفينو بالشكل ده. هرصها بقى كلها كده، رصيتها بقى بالشكل ده. وهبتدي بعد كده اعمل التتبيلة اللي هتخلي بقى طعم السناكس تحفة بجد. معايا هنا 2 معالق سمنة كبار، مسيحاهم على النار. تقدري تستخدمي الزبدة عادي اللي يريحك، واحط على السمنه بقى 0.5 معلقة صغيره كمون، ورشه بسيطه فلفل اسود، ورشه شطه لو عاوزاها سبايسي، ورشه ملح صغيره خالص، وهضيف لها كمان مكعب مرقه. بفتفته كده كويس وهو في الكيس قبل ما افتحه، بيبقى اسهل. وبفضيه كده بقى، وتقدري طبعا تغيري في التتبيلة دي زي ما تحبي. بقلبهم كده مع بعض بقى كويس، وهبتدي بقى بالفرشة كده أدهن المخبوزات الجميلة بتاعتنا. احنا مش هنقول عليه بقى فينو خلاص، هنقول عليه بيك رولز أو بسكوت مالح. طريقته سهلة جدا، ممكن كمان تستخدمي الأطعمة اللي هي بتبقى موجودة عند العطار اللي بنحطها على الشيبسي دي، هي بتبقى بودرة كده اللي هي طعم الفراخ مثلا، او طعم الجبنة، طعم الكباب اللي تحبيه بقى حطيه. وممكن كمان كل مرة تنوعي كده وتعمليه بطعم مختلف. دهنته كده، دهنتها كلها بقى، وبقلبها الناحية التانية وادهنها برضو بالشكل ده. بعد ما دهنتها بقى من الناحيتين هدخلها الفرن بالظبط 3 دقايق، تمام، وهتكون اتحمصت بقى وبقت جاهزة. وارجع لكم. هنا بقى بعد ما خرجت من الفرن هتاخد لون بسيط من تحت بالشكل ده كده. مقرمشة بجد وطعمها تحفة، جربيها ان شاء الله هتعجبك قوي. ولو عندك فينو بايت ومش عارفة بقى تعملي بيه ايه، ممكن تعملي بيه برضو. حطيته بقى في طبق التقديم كده، وهوريكم برضو هو مقرمش ازاي. هش ما شاء الله وجميل، وفي طعم برضو من فايش الافران. جربيه وقوليلي رأيك بقى في التعليقات. بس كده خلصت وصفة النهاردة، فيديو خفيف، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.